السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله نكمل مع بعض باقي درس الكاركتر. ومش فاضل كتير، هو فاضل الإيدين والرجلين بتاعة الكاركتر. طيب نبتدي نعمل الإيدين دي. هنستخدم دلوقتي البين تول، هنعمل الجزء ده اللي هو الكتف، هختار اللون بالشكل ده. تمام، كبر بس شوية علشان الجزء ده عايزاه يكون شبه دائري. تمام كده، وبعدين هعمل الجزء اللي هو اللاين سي دي، ارسمها كالتالي. استخدم عادي ريكتانجل تول عادية. طبعا هغير اللون تقريبا من زي ده، تقريبا اللون ده. وهضيف هنا نقطة، ودي برضو هنا نقطة. نخليها تبقى دائرية، اقدر اتحكم فيها تبقى سموث. ممكن نتحكم فيها أكتر من كده شوية علشان الشكل يبقى أفضل. تمام، معقولة كده. برضو نفس الشكل ده، كنترول سي كنترول اف، ويخليه هنا كده ورا. طبعا هظبطه من كده. تمام كده، تمام. طيب وبعدين هعمل كنترول سي كنترول اف مرتين. ليه؟ علشان انا عاوزة الجزء ايه، الاجزاء دي بس اللي هي في النص. هحدد كده الاتنين دول، لا واحدة، حدد واحدة من دول، وحدد مثلا دي، وهستخدم الباث فيندر. وطبعا عاوزة انترسكت اللي هو الجزء اللي في النص بس. برضو هحدد برضو واحدة من دول الاتنين، وأحدد دي برضو انترسكت علشان تحدد لي الجزء ده. تمام، فاضل بس حاجة أخيرة. طبعا أنا عايزة ايه، ستروك، عايزة ستروك. برضو كنترول سي كنترول اف، والمرة دي هعكس علشان يبقى ستروك.
واختار مثلا الدرجة دي وهطلع الاستروك فوق علشان يبقى ظاهر كده، وهقلله اخليه مثلا نص. تمام كده، خلي راوند. طيب كده تمام، فاضل الجزء اللي بعد كده. الجزء ده بس عايزة كبر دي السنة كده. بعد كده هعمل الباقي، هستخدم الراوندد ريكتانجل تول. وبقدر الإمكان أظبطها على حجم مناسب بالشكل ده. تمام، هعمل برضو كنترول سي وكنترول اف تاني، نخليها كده لحد هنا، واختار اللون ده. تمام، هعمل دايرة هنا كده في النص، ودوس Alt و Shift مع بعض. تنزل بس كده سنة بسيطة، طبعا هيبقى اللون التاني ده. وهرسم نجمة برضو Alt و Shift مع بعض، طبعا هتبقى اللون ده. تمام، بعد كده اللاين سي دي بسيطة جدا، اختار وليكن اللون ده. نخليها كده اتنين علشان تبقى ظاهرة شوية. او خليها 1.5، معقولة تبقى 1.5. كنترول سي طبعا، كنترول اف، كنترول سي، كنترول اف، برضو كنترول سي، كنترول اف، برضو هعمل الأخيرة كذلك. هعملهم كلهم في جروب يظهروا عن كده. تمام، تمام، بالشكل ده. طب خلاص خليها 1، عايزة 1.5. مصمم خلاص، مفيش مشكلة، نخليها 1. تمام، علشان ننجز بس شوية، دي الحافة بتاعتها محتاجة تتظبط عن كده. طلعها كده فوق شوية، تمام. فاضل ايه كده؟
برضو اللاين ده هعمله كالتالي، هعمل كنترول سي كنترول اف، تمام، برضو كنترول سي كنترول اف تاني علشان احدد الجزء المتقاطع. مش عايزة دي، مش عايزة دي، احددها كده، عايزة تبقى عليها بالظبط، تمام، احدد الاتنين، علشان يطلعلي في الاخر الجزء ده. ارجع تاني بقى كده، شكلها مش عاجبني، طلعت مش مظبوطة قوي. ماشي، عموما هي لو اتعملت احسن بطريقة الريكتانجل دي هتبقى شكلها احلى، انتوا ممكن تبقوا تعملوها. طيب وبعدين كده خلاص فاضل ان اعمل ستروك بس، برضو كنترول سي كنترول اف و اخليه كده ستروك في ستروك، حدد طبعا اللون ده طبعا، ولازم اطلع الستروك فوق خالص. تمام، حددهم بقى كلهم، والاوبجكت وجروب. كبيرة، طلعت كبيرة. الجزء التاني بقى برضو هناخده دوبليكيت كنترول سي كنترول اف، طبعا هنمسح حاجات كتيرة، نمسح ده كله. تمام، ناخده كده، نخلي ورا arrange send to back. تمام كده، طبعا الايد دي هطلع كده، الايد دي كده هطلع كده فوق شوية، انا عايزاها تبقى فوق دي، هطلع الاتنين دول كده هنا فوق، ودي برضو كده فوق، ان دي تبقى arrange send to back. تمام، الايد دي شكلها من هنا مربع شوية، طبعا انا object on group همسح دلوقتي الستروك، ونيجي لده بقى همسح ده، ندخلها كده لجوه لحد ما تبقى شكلها مظبوط. تمام كده، تمام جدا. فاضل بقى اللاينس دي، هي عادية بريكتانجل عادية، كنترول سي كنترول اف، هنصغرها كده جدا شوية،
برضو كنترول سي كنترول اف، ودي هتبقى كبيرة شوية كده مثلا. دي طب برضو ايه، انتوا عارفين هنعمل ايه، هنستخدم الباس فايندر، كنترول سي كنترول اف كذا مرة، كنترول اف كنترول اف، عملته 3 مرات علشان عندي 3 اشكال. هنحدد واحدة منهم، ونحدد دي كده اول واحدة، تاني واحدة، وتالت واحدة. بالظبط هو ده الشكل اللي انا عاوزاه. طبعا سهل دلوقتي ان انا اعمل ستروك، هناخد الشكل الاصلي كنترول سي كنترول اف، و هنختار على طول لون الستروك، هيبقى كده. طبعا لازم نطلع الستروك فوق عشان هو بيبقى فوق الشكل. نحدد ده كله، object group range send to back. فاضل كده ايه، الايدين. هحفظ بس الاول. دلوقتي هنرسم الايد دي، هرسمها دلوقتي بالبنتون. طبعا محتاجة تتظبط أكتر من كده بكتير، تمام. احنا ممكن بس نصغرها علشان هي كده كبيرة، وهنرجعها كده ورا send to back. ممكن تظهر كمان شوية او يعني تكون معقولة كده، اعتقد هي كده معقولة. اعتقد كده كفاية على الايدين، كده تمام جدا. فاضل كده ايه، هنحدد دول كلهم، وبالايد برضو عايزين نحدد الايد، نحطهم في جروب. طبعا انتوا عارفين اعمل ايه، ترانسفورم ريفلكت ولوكوبي. نسيت احدد دي معاهم، احدد دي برضو object group. في حاجات هنا مظهرتش. طيب احنا ممكن نحدد دي، قوله object group.
Object برضو group. بعد كده transform reflect copy. تمام كده. انا بس عايز اشوف ده. هو هنا الاستروك شكله راح، ممكن ايه نبقى نعمله تاني. طيب كده تمام. الجزء ده فضلش كده غير الرجلين دي، بقى سهلة جدا. كده استرك هنا. تمام هنمسحه. وانتوا بقى ايه، احنا للاسف محددناش الاسترك كده في الجروب، عشان كده ايه مطلعش. طيب نعمل بقى دلوقتي، نعمل بقى الرجلين. نستخدم طبعا الريكتانجل تول هنا كده بالشكل ده. اختار طبعا اللون ده، ممكن احط هنا نقطة، اكبر كده بس شوية. وانزلها كده. بالشكل ده. تمام طبعا هي كبيرة قوي، حد الاتنين دول كده ونزلهم تحت شوية. تمام كده. واحط ستروك. في بعد كده ايه باقي بقى الرجل. انا هعمل كده كنترول سي كنترول اف على طول. Arrange send to back. مش عايزة دي كده. حدد الاتنين دول كده. Subtract. ايه ده، هو عامل ايه؟ arrange send to front. ايوه كده تمام. نزلها كده. فاضل كده الجزمة بتاعته. اللون ده كويس شغال.
Arrange things to take. تمام كده. أعتقد كده كفاية. دي المفروض الحرف بتاعها كده. تمام كده. هي الجزمة ممكن تكون كبيرة شوية، ممكن نصغرها كده. كفاية كده. هنحددهم التلاتة، وأوبجكت وجروب، ونحددهم تاني وترانسفورم ريفلكت. حددهم بأداة السيليكشن تول وترانسفورم ريفلكت وكوبي طبعا. تمام كده. ممكن تكون الجزمة كبيرة شوية، ممكن ايه محتاجة تتصغر حسب كده. تمام. وبكده بيكون انتهى درس الكاركتر. طبعا يعني برضو ممكن تكون دي محتاجة شوية تظبيط الجزمة، بس هي لحد يعني دلوقتي شكلها معقول. ممكن تطلع كده سنة لفوق شوية، نجرب نعملها كده سنة لفوق. بالظبط كده. طبعا برضو ايه التانية ممكن نعملها بنفس الشكل. نمسح دي، ممكن نمسح دي كده، ودي هناخدها transform effect. طبيعي. كده يبقى انتهى الدرس بتاعنا. اتمنى يكون عجبكم. هو فعلا يعني هو كان كبير شوية، بس علشان الكاركتر ده طويل جدا. منتظر تطبيقاتكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.